السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل امتحانات يونت 11 منهج كونكت فور منهج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 من كتاب جيم الأضواء بيج 168 صفحة 168. شرحنا المنهج بالكامل من يونت 7 لغاية يونت 11. قريبا هننزل يونت 12 القصة وأهم المراجعات، فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات ونبدأ مع بعض. تيست يور سيلف، اختبر نفسك اون يونت 11 على الواحدة 11. السؤال الأول listen and circle، استمع وأضع دائرة. The correct answer على الإجابة الصحيحة from A B C أو D من الأربع اختيارات. هنسمع ونختار. Some cities are trying to stop air pollution. In London, England, children walk or cycle to school. In Shenzhen, China, they have electric buses that don't pollute the air. In غربية Egypt, farmers stopped burning rice straw. يبقى السؤال الأول نص استماع، أسمع وحل. طب السؤال الثاني هو اختيارات على اليونت. You need to use the crosswalk. يعني أنت لازم تستخدم ممر المشاة when you cross the road، لما تعبر الطريق. You need to use a نقط in your car. يبقى seat belt. في سيارتك محتاج حزام الأمان. You mustn't cross from behind a car. لا يجب أن تعبر من خلف سيارة. It's not safe. هو ليس آمن. الموضوع مش آمن. مازن hurt his leg. مازن أصيبت قدمه. And أو ساق رجله. And his sister called for an ambulance. أخت اتصلت بالإسعاف. السؤال التالت. قطع ناقص كلمات. أحط الكلمة المناسبة في المكان المناسب. Air pollution تلوث الهواء. Is dangerous خطير. Because when we breathe polluted air عشان لما نتنفس الهواء الملوث. وقوف بنكح. And feel sick وبنشعر ان احنا مرضى. We need to stop air pollution. لازم نوقف تلوث الهواء. We can drive less or share a car. نسوق اقل او نتشارك في سيارة. With another person مع شخص اخر. It's also helpful مفيد to use more solar power. تستخدم طاقة شمسية. خدنا شير وخدنا باور. Planting more trees زراعة الكثير من الأشجار is a good idea فكرة جيدة. As well أيضا. Page 169 صفحة 169. Read the text يعني اقرأ النص. And then answer the questions ثم أجب على الأسئلة. Nancy lives in a big city. تعيش نانسي في مدينة كبيرة. With her family مع عائلتها. There are many cars. يوجد الكثير من السيارات. Where she lives حيث تعيش. These cars put chemicals. هذه السيارات بتضع المواد الكيميائية in the air في الهواء. And cause air pollution وبتسبب تلوث الهواء. نانسي thinks تعتقد نانسي. It is dangerous خطير. Because لأن when people breathe polluted air لما الناس بيتنفسوا الهواء الملوث. زي دي عايدة على الناس. زي كوف بيكحوا. And feel sick وبيشعروا بالمرض. Nancy shares some ideas. نانسي بتشارك بعض الأفكار. With her family مع عائلتها. To help stop air pollution عشان يساعدها في انها توقف تلوث ايه الهواء. بتحاول. She thinks بتعتقد her dad ان ابوها should share a car ينبغي ان يشارك سيارته. With a friend مع صديق. To go to work عشان يذهبوا للعمل. يعني مش كل واحد يروح بعربيته. لا عربية واحدة تاخد مجموعة. Her mom امها can take the bus ممكن تركب الاتوبيس. To work للعمل. And her sister واختها ندى should walk to school ينبغي ان تمشي للمدرسة. Because her school لأن مدرستها is near the house جنب البيت. Choose اختار. The general idea الفكرة الرئيسية of the text للنص is about عن ايه؟ Air pollution عن تلوث الهواء. زي عايدة على ايه؟
زي عايد على بيبول، الناس اللي هي بتكح وبتشعر بالمرض. What should Nancy's dad do؟ يعني ماذا ينبغي على أبو نانسي أن يفعل؟ طبعا لازم إيه؟ لازم أبو نانسي يشارك سيارته مع إيه؟ مع أصدقائه، أو يشارك سيارة مع صديقه. يبقى هي should share a car with a friend to go to work. Why should Nada walk to school؟ ليه ندى بتمشي مدرسة؟ Because her school is near the house، عشان مدرستها جنب البيت. السؤال الخامس صح. رامي ترافلز تو الكسندرية، هتبقى باي ترين، بيسافر لاسكندرية بالقطر. سلمى نيد تو وير، سلمى لازم تلبس هلمت خوذة. اون هير بايك، يو ماست ران اون ذا رودز، لا يو ماستنت، لا يجب ان تجري على الطرق، خطر جدا طبعا. يو ماست ليسن، ماست بيروح المصدر بدون اضافات. يو ماست ليسن فور كارز، لازم تستمع للسيارات. السؤال السادس بنك تويت علامات ترقيم. People have electric buses in China. هنا البي كابيتال، والصين اسماء الدول السي كابيتال. هنا في فلوس طب خلاص. السؤال السابع اكتب باراجراف من 18 كلمه باستخدام العناصر. Transportation in my town، وسائل النقل في مدينتي. هكتب العنوان في نص سطر. Transportation in my town من علامات تنصيص. هنا بيقول لي how do you go to school، ازاي بتروح للمدرسه. What's your favorite transportation، ايه وسيلتك المفضله. Do you ever catch the bus or metro، هل قبل كده ركبت الاتوبيس او المترو. افهم واحل الاجابات، هقول ايه. I go to school on foot، بذهب الى المدرسة سيارا على الاقدام. Because my school، عشان مدرستي. Is near my house، جنب بيتي. My يعني بحل الاسئلة. My favorite transportation، وسيلة النقل المفضلة ليا. Is the bike، الدراجة. I sometimes، أنا أحيانا. Catch the bus، بركب الأتوبيس. With my mother، مع أمي. يبقى العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. اسيب مسافة في اول سطر، الحرف الاول كابيتال، في نهاية كل جملة فول ستوب. بيج 170 صفحة 170 وامتحان لطلابنا طلاب الازهر. السؤال الاول لسن، هل نيد تو بي سيف اون ذا رود، شي نيدز ا هيلمت اون هير بايك، شي اونلي سايكلز ات ذا سايد اوف ذا رود. السؤال الثاني محادثة ناقصة كلمات. How do you get to school؟ ازاي بتروح المدرسة؟ I come to school on foot، سيرا على الأقدام. Do you ever، هل قبل كده catch، ركبت the bus الأتوبيس or metro only if I am late، فقط لو أنا إيه متأخر. السؤال التالت choose، اختار. Nader was in a knot، he ran along the way to work، هو جرى. يبقى هنا هاري، هو في عجله من امره، هو متاخر يعني فهو جري. You not watch for the traffic lights، you must، لازم تشاهد او تراقب اشارات المرور وتخلي بالك. I live near the school، انا بعيش جنب المدرسه. So I go there on foot، بذهب هناك سيرا على الاقدام. Stop here، فعل الامر ياتي في اول الجمله بدون اضافات. توقف and wait for the green light، واستنى الاشاره الخضراء. نهله never travels، نهله عمرها ما بتسافر by not.
She doesn't like traveling on water. مدام ووتر يبقى باي شيب، عمرها ما بتسافر بالسفينة، هي ما بتحبش السفر على سطح الماء. كده يبقى خلصنا امتحانات يونت 11، فاضل لنا واحدة بس وهي قصة سهلة وجميلة وبسيطة، هننزلها إن شاء الله الفيديو القادم، ثم هنحل كتاب المراجعة بتاع جيم وهنعمل مراجعة على أهم الكلمات والقواعد. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.